طيب نرجع تاني للكابتن محمد اسماعيل سريعا كده ونشوف ايه الجديد في موضوع احمد عيد. اتفضل يا كابتن محمد. يا كابتن كريم، والله كنا اتكلمنا مع حضرتك كده فاكر من اسبوع، وكان قلت ان احمد عيد المفروض التعاقد بيننا وبين نادي الزمالك وهو ان اعاره بنيه البيع، واحنا فعلنا بند الشراء، ففوجئنا ان احمد عيد بقى نفسه بيقول لك لا انا ما مضيتش. ودي كانت حاجه طبعا يعني ضايقتنا شويه، أي ان احنا نادي اكيد مش هنكذب يعني، وبالتالي قلنا لا هو من حقنا وكده يعني. أي فوجئنا ان احنا احمد عيد نزل تدريب نادي الزمالك يوم السبت اللي فات. فازاي يعني باي منطق؟ المفروض حتى لو بعيد عن قصه العقد يا كابتن كريم، ده لعيب عندي لغايه ما الموسم ينتهي صح؟ بس خلاص هو الموسم انتهى دلوقتي في يعني انبي بالنسبه لانبي. لا يا كابتن كريم، انت حضرتك يعني استاذنا وفاهم يعني في القانون القانون الرياضي اقصد، يعني اللي هو الموسم خلص النهارده. بس هو دايما بيحسبوها حتى من اخر مباراه الانبي في الدوري. لا يعني حتى لما تيجي تبعت جواب عشان تمشي لعيب مثلا او تختاره اللي هو هيمشي ما بيحسبهاش من اخر الدوري، ان الماتشات اللي بتتلعب دلوقتي او ماتش الاهلي والمصري والماتشات اللي فاتت دي ماتشات مؤجله، بيحسبها من اخر مباراه النادي نفسه نادي انبي مثلا لعبها في الدوري. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. وانا قبل النهائي بتاع الكاس هلعبه امتى؟ في الموسم الجديد. مين اللي قال؟ حد قال حاجه؟ محدش قال، بس هو ده اللي هيحصل يعني. يا كابتن كريم لا انا بس بكلمك دلوقتي ايه يعني اللي هو ايه، انا بتعامل ان انا الموسم بتاعي لسه شغال، انا ما اتفلكتش اي حاجه صح كده؟ يعني نفترض دلوقتي اتحاد الكوره قال ان قبل الموسم. هقول لحضرتك حاجه، النهارده كام؟ النهارده 26. الدوري خلص النهارده ماتش الاهلي والمصري. تمام. السيستم بكره او سوري القيد بكره هيتفتح من 27، ده معناه ان الموسم ده خلص خلاص. حلو. صح؟ معناه ايه ان الموسم ده خلص؟ بالظبط. النهارده او بكره. ده بس ده يعني بالنسبه لموضوع القيد. لكن انا بس عايز اقول انا بس مختلف في الحته دي، انا انت عارف انا مدير كوره زيك. لا انا فاهم طبعا. فملم بال أيوة. وانا ملم والله، بس انا عارف حضرتك طبعا طبعا طبعا. في النهايه انا احمد عيد ما ينفعش ان هو ينزل تمرين، خليني بلاش اقول لك ان الموسم خلص يا كابتن كريم، ينزل تمرين وهو لسه الموضوع معلق. ممكن دي ماشي تمام كده ماشي يعني ما علينا يعني. فبعتنا شكوى طبعا على الكوره ان اللاعب المفروض ان هو يعتبر خالف التعاقد اللي بيننا وبينه، زائد ان انا اوريدي انا كنادي افتي انا بعت اوريدي جواب لنادي الزمالك وقلت اللاعب ده بقى بتاعي، العقد بيقول كده يا كابتن كريم. ايوه صح، ما احنا عرضنا العقد. فبالتالي اللاعب بتاعي صح كده ولا انا غلطان؟ مفروض لو العقد هيتم تنفيذه يبقى اللعيب بتاعك بحسب الاتفاق الثلاثي اللي ما بينك وما بين الزمالك وما بين اللاعب. فهو بناء على ده ان احنا ده لعيب في نادي انبي ما ينفعش ينزل تمرين. طب انتوا بتكلموا احمد عيد بيرد عليكم ولا ما كلمني؟ احمد عيد كلمني على فكره امبارح. ايوه. ولقيته بيطلب طلب غريب، الباسبور يعني. الباسبور بتاعه. قلت له يعني عشان يسافر مع الزمالك يعني. بس هو مش هيقدر يلعب في الزمالك برضه عشان القيد مقفول. ما سافرش مع الزمالك اوريدي يعني طبعا. انت عايز يتفسح يا كابتن محمد ولا حاجه؟ خلي الراجل يتفسح في الاسبوع ده. ما تقفلش يعني على الراجل. قلت له ما عندناش مشكله، بس في موضوع يا احمد ما ينفعش ان احنا لما لازم الموضوع يتحل، لو انت اصبحت العقد زي ما انت ما قلت ان احنا ما انت ما مضيتش وكده وبقيت لاعب نادي الزمالك، اكيد كل متعلقاتك كل حاجاتك تاخد. ايوه. ما ينفعش انا اديك حاجه دلوقتي. المهم يعني هو واضح ان هو برضو يعني ما زال مصمم، واحنا بنجري بس ورا حاجه واحده وهي حق النادي وشكل نادي انبي يا كابتن كريم مش اكتر. وانا من خلال البرنامج بتاع حضرتك يعني، انت متخيل يا كابتن كريم ان انا دلوقتي احمد عيد وهو طالع طول اليوم بيقول انا مش عايز العب في انبي، انا هلعبه بالعافيه في نادي انبي؟ لا طبعا. بس هتشوف لا. هتحاول تحصل على حقوق نادي انبي يعني ما تضيعهاش. الله ينور على حضرتك، بس مش اكتر. تمام. يعني انا كل اللي بيحصل دلوقتي يا كابتن كريم ان احنا بنحاول نحافظ على حقوق نادي انبي بعيد عن اي مشاكل ممكن حد يبقى عايز يعملها بيننا وبين نادي الزمالك خالص. تمام. ده بمنتهى خلينا نشوف كده اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. بس حضرتك انتوا قدمتوا شكوى للجنه الانضباط؟ أيوة. تمام. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل كده، ونتمنى دايما لنادي انبي والنادي الزمالك كل التوفيق خلال الفتره القادمه، ونتابع مع بعض المشكله دي يا كابتن محمد. ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله يا كابتن. الله يخليك. بشكرك كابتن محمد اسماعيل طبعا مدير الكوره في نادي انبي.